جود مورنينج يا سكاي، وحشتوني جدا جدا جدا. فاكرين دورة حياة الفراشة؟ طب تيجي نقولها. في الأول الفراشة بتبقى بيضة، بعد كده هو تطلع من البيضة يرقة جميلة، وتبدأ تاكل في ورق الشجر لغاية لما تكبر شوية وتلف حوالين نفسها الشرنقة، وتمر الأيام أيام كتير جدا لغاية لما يطلع من الشرنقة فراشة. يبقى الفراشة في الأول بتبقى إيه؟ بيضة، بعد كده يرقة، بعد كده شرنقة، بعد كده ايه؟ فراشة. يلا قولوا معايا: بيضة، يرقة، شرنقة، فراشة. طيب يا سكاي، النهاردة هناخد دورة حياة الضفدع. الضفدع بردك في البداية بيبقى بيضة، وديت الشكل بتاع بيضة الضفدع. يبقى في الضفدع في الأول بيبقى بيضة، بعد كده هوت بيبقى بعد ما بيكبر شوية بيبقى شرغوف. بيبقى ايه؟ شرغوف. يبقى في الأول بيبقى بيضة، بعد كده هوت بيبقى ايه؟ شرغوف. وبعد ما الشرغوف دوت يكبر شوية بيبقى ضفدع صغير. بيبقى ايه؟ ضفدع صغير. ولما الضفدع الصغير دوت ياكل ويكبر شوية بيبقى ايه؟ ضفدع كبير. ضفدع كبير. يبقى دورة حياة الضفدع مكونة من 4 مراحل. بيبقى في الأول ايه يا سكاي؟ بيضة. يلا نقول مع بعض: بيضة، شرغوف، ضفدع كبير، وبعد كده ايه؟ ضفدع صغير. شاطرين يا سكاي.